أنا سعيد بالتكريم اللي مخصص اليوم لفناننا العملاق الكبير صباح فخري، لأنه التكريم حلو للإنسان عندما يكون على قيد الحياة وفي بلده، فهذا تقدير كبير، فنحن بنعتز وسعيدين بوجودنا نحضر هذا التكريم. تكرم قامه مثل صباح فخري وتستحضر اللي الشيء الفائدة أو كمية المواد الهامة اللي أضافها لخزانة التراث العربي، فأنت بتكون عم تكرم نفسك، عم بلد بتكون عم تكرم نفسها بأنه صباح فخري من هذه البلد، من حلب الشهباء، من أرض حلب. استطاع هذا الفنان أنه يخلي خزانة التراث العربي لحد الآن تتغنى بكل أصقاع الوطن العربي. شعور كله فخر واعتزاز وسعادة أنه هذه قامة إبداعية وغنائية ومعروفة، وشاهدناها بهالفترة الطويلة 50 سنة هو يقدم الطرب الأصيل والملتزم، وصار له شهرة بالعالم كله، والمعروف عنه أنه بيغني أحيانا معدل وسطي 4 ساعات 5 ساعات. صباح فخري فنان كبير، عطى كتير، حفلاته كانت يعني جدا جدا من أجمل الحفلات وأطول الحفلات، أكثر فنان أجاد وعطى قدود حلبية، عطى شيء فن جميل جدا.